محكمة العدل الأوروبية تسهل قانون لم الشمل في النمسا. تحسن طفيف في مستوى الفساد في النمسا عالميا. انخفاض مستوى النمو الاقتصادي نهاية العام الماضي. زيادة النقود المزورة في النمسا خاصة في الفئة 50 يورو. عمدة كراتس الشيوعية تحصل على جائزة أفضل عمدة في العالم. وإدانة شابتين بمحاولة ابتزاز شاب بتهمة الاغتصاب. من النمسا ميديا أحييكم وأنقل لكم نشرة الأخبار لهذا اليوم. أكدت محكمة العدل الأوروبية منح لاجئ سوري الحق في لم شمل عائلته في النمسا رغم تجاوز عمره 18. ويعتبر الحكم حاسما لمستقبل قرارات المحكمة في أوروبا، حيث يؤكد على حق اللاجئين القُصّر في اللجوء لإعادة توحيد العائلة حتى بعد بلوغهم سن الرشد، كما يسمح بانضمام أفراد العائلة في ظروف خاصة بما في ذلك شقيقته المصابة بمرض خطير. وكانت النمسا قد رفضت لم شمل والدي الشاب بسبب تجاوزه السن القانونية أثناء انتظاره قرار اللجوء. تراجعت النمسا في مؤشر تصنيف الفساد العالمي الصادر على ترانسبيرنسي انترناشنال إلى المرتبة 20 من بين 180 دولة بعد أن كانت عند 22. وعلى الرغم من التحسن الطفيف في إجراءات مكافحة الفساد الحكومية، إلا أن هذا التراجع يعتبر شهادة محبطة وفقا لألكسندر بيكر رئيس تي إي أوستريا، حيث كانت النمسا في المرتبة 12 قبل 5 سنوات، لكن الفضائح مثل فيديو إيبيزا أثرت سلبا على تصنيفها، واحتلت الدنمارك المرتبة الأولى وبقيت الصومال وفنزويلا وسوريا في ذيل القائمة. استمر الاقتصاد المحلي خلال الربع الرابع من عام 2023 في الركود بنسبة 0.2%، وسجل أداء متدنيا مقارنة بالربع الثالث. وأظهر التقدير السريع لمعهد أبحاث الاقتصاد فيفو أن الركود الذي شهدته المنطقة في العام الماضي قد توقف انخفاضه في نهاية العام، بينما شهدت قطاعات الإنتاج تحسنا بعض الشيء وبشكل عام كانت النتائج متفاوتة. وإشار معهد فيفو إلى أن الناتج في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر قد انخفض بنسبة 1.3% مقارنة بالربع الرابع من عام 2022. قال البنك الوطني النمساوي أنه تم ضبط ما يصل إلى 8000 نسخة من الأموال المزيفة في النمسا العام 2023 بزيادة طفيفة عن مستوى ما قبل الجائحة. وبلغت الأضرار ما يصل ل 500,000 يورو، وتم اكتشاف معظم الأموال المزيفة في فيينا، تلتها ولاية النمسا العليا والسفلى، وتركزت التزويرات على ورقة 50 يورو. وتجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي الأوروبي قد بدأ التحضير للسلسلة الثالثة من اليورو بهدف جعلها إحدى أكثر العملات مقاومة للتزوير في العالم. فازت عمدة مدينة غرادس في النمسا الككار من الحزب الشيوعي بجائزة وورد مايور لعام 2023 من قبل مؤسسة مايور سيتي في لندن، وتكريما لتفانيها في خدمة المدينة والمواطنين حازت كار على إعجاب اللجنة، حيث كانت واحدة من 24 عمدة تم ترشيحهم للتصويت في الخريف الماضي. واعتبرت اللجنة أن كار تمثل نموذجا يحتذى به للمساهمة في المجتمع بدون تحقيق فوائد شخصية، وتعتبر هي أول نمساوية تحصل على هذه الجائزة وهي تمثال وورد مايور. أدينت شقيقتان بالسجن المشروط في المحكمة الجنائية في فيينا بعد محاولتهما ابتزاز شاب في العام 2022، وحكم على إحداهن بالسجن لمدة 24 شهرا والأخرى لمدة 18 شهرا. وكانت إحداهن قد ادعت أن الشاب اغتصبها،
ولكن تبين أنها قدمت شكوى زائفة. وتلقى الشاب تهديدات بالقتل والابتزاز عبر واتساب يطالبونه بدفع 60,000 يورو، وذلك بعد أن عرفوا أن لديه ساعات باهظة الثمن في منزله، وقد تم تحميلهم تكاليف محامي الشاب والحكم غير نهائي. كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم. لمزيد من التفاصيل لا تنسوا تحميل تطبيق انفجراد على هواتفكم. كنت معكم أنا أسامة زهير، وأمسية سعيدة، وإلى اللقاء.